واحنا كلنا سواسية وما في فرق بيننا. يعطيك ألف عافية مشاهدينا، احنا مكملين وياكم الحلقة، بس خلونا نطلع هذا الفاصل ونرجع وياكم مرة ثانية. نرجع ما حد هو يدخل الكرة، احنا ما نتكلم متابعة الكرة. لا أحلى شيء. مشاهدينا ردينا لكم من عقب الفاصل، نفس ما أنتم شايفين أنا بس وخرت عن ميمي، قعدت بالنص هني، قعدت أسولف وياهم، ردينا وياكم أكيد، بس عندي سؤال لكم أنتم الاثنين. قعدت بالنص لأن عندي لكم سؤال. شنو في رسالة ودكم توصلونها حق المجتمع؟ كلمة ودكم تقولونها حق المجتمع؟ هي كلمة. ان المعاقين قادرين ان يعمرون مثل جميع المعترض. المعاقين قادرين قادرين ان يشتغلون بكل المجالات، ان يعمرون جميع المعترض. المعاقين يقول لكم سالم ان قادرين يعملون بجميع المجالات، فلا تستهينون فيهم كلش، لانه والله العظيم اللي عند سالم وعند اختي احلام يمكن ما عندنا احنا ولا حق عند بعض الناس. احلام احنا والله اتمنى من المجتمع يغيرون نظرتهم اول شيء، لان لا اعاقه مع الاراده. صح. طول ما انت عندك اراده والتحدي والصبر. صح. والعزيمه. صح. خلص كل شيء. انت قلت يغيرون نظرتهم، ليش شنو النظره اللي انت شايفتها بالمجتمع تجاه؟ للاسف يعني في بعضهم ما اتهم الكل، في بعضهم مثلا يفكرون بشيء ثاني، نفس اللي قلت قبل شوي. صح. قولي الموقف اللي قلت. كان صار لنا موقف، ورحنا رحلة مع نادي الكويت المعاقين لحديقة الشعب. فطبعا في بعض المعاي بالولترات، فهي تحرمت وتقول الحمد لله والشكر. قلت لها حبيبتي احنا مو معاي يعني مو ميانين، احنا معاقين الحمد لله والشكر. كانت تقول لي انزين الحمد لله والشكر. قلت لها زين الحمد لله والشكر بعد شو اسوي؟ يعني للاسف يعني لهالدرجة، يعني يتخيلون ميانين مو معاقين، مع ان احنا مو قاصرين منه شيء الحمد لله. صح. يعني كافي انجازاتكم، يعني هذه انجازات يعني بالله. كان والله انا اللي اقول عليك الحمد لله والشكر. بعدين احلام انا اتمنى ان الاخت هذه اللي كانت اي والله شنو انجازاتك قاعد تتابعك الحين وتقولش قاعد تشوف الحلقه عشان شنو؟ عشان وقت ما هي قالت لك الحمد لله والشكر، هي الحين تطالع وتقول تقول على نفسها الحمد لله. انا شلون قلت حق وحده الحمد لله والشكر وهي بطله من بطلات الكويت. صح. حصلت على 7 ميداليات ما شاء الله ذهبيه ولعبه تنس ولعبه يعني ما يعني والعقوه يعني 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 ما ادري انتم ليش يعني العالم تقولون عنهم. حتى انا كلمه معاقين اساسا هذه انا ما احبها، ذي الاحتياجات الخاصه، لان ذي يعني ناقصهم شيء، وكل انسان لما يكون ناقصه شيء ما انا ما نقول عنه معاق. فكل حتى احنا اللي احنا البشر الصحيح ناقصنا وايد شغلات. فبالعكس الله يوفقكم ان شاء الله من الله. لا سالم يقول ذوي انجاز مو ذوي احتياجات خاصه. والله انتم اكيد انتم منجزين، بس انا ما احب اسمع كلمه معاق عليكم، لان هذه شغله مو حلوه. انا ما احب ترى بالنهايه والله شوف انا ضد اللي يقول معاق ما معاق، كلنا معاقين. يعني لما انا ظهري مثلا ظهري يعورني انا في ديسكات، انا اكبر معاق. لما انا مثلا اتأتأ انا فيني خلل، ما في انسان كامل كامل الله ترى. إيه؟ لما استضفنا اخت احلام، لما استضفنا هني ببرنامج جاذرينج مؤسسين او مؤسس جريده الامل الالكترونيه التطوعيه عبد الله الشمري، وكانوا معاه الهام الفارسي بس بالاسم ساره بزبر الهام وساره الهام وساره قالوا لنا ان انتم رفضتوا لقب بذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبتوا ان انتم تردون المعاقين كلمة المعاقين مرة ثانية، لان لما شفتوا ان حتى اللي سنه يعوره او ضرسه يعوره هم يسمى من ذوي احتياجات خاصة. صحيح. فانتم احتياجاتكم وايد اقوى منهم، فما يصير تتساوون معاهم. صحيح. شنو صحة هالكلام؟ والله بالنسبة لي انا مو مشكلة معاي سواء ذوي الاحتياجات الخاصة او المعاقين. اي انزين فعادي انا يعني عايشة حياتي الحمد لله راضية بنفسي. اي هو تفضلين؟ والله اثنينهم نفس بقى. نفس المعنى. نفس بقى. طبعا نفس ما انتم عارفين انا صار لان قالت لنا الاخت الهام انه يعني ممكن انت لما تكون فيك صداع وتروح للطبيب انت يسمونك ذوي احتياجات خاصه، لان عندك حاجه خاصه ان انت مصدع، فما يصير احنا نساويك مع انسان مثلا في اعاقه مثلا بجسمه او في اعاقه ذهنيه وكذي. ففي ناس اسرار هذا كملوا قاعدين نسولف. سالم 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 صار عندنا مذيع قبل لا تقول معلومه كملي كملي عندنا مذيع صار عندنا انتم صرتوا ثلاثه صار عندنا مذيع
يعني عنده سؤال حق اختنا احلام. شنو توقعين متى ثم اليدين؟ والله انا متفائله بطبعي كالعاده متفائله. اي دائره؟ انا الخامسه. الخامسه الرقعي وش اي ان شاء الله يقدرون يسوون شيء يعني توقعت في نسبه تغيير من يفعلون القانون يعطونا تسهيلات اكثر يعني ان شاء الله علي هم يوم الجلسه اللي كانت محطوطه حقهم ما اكتمل النصاب وما اقروا قوانين يعني ما ادري كله تاجيل تاجيل كله تاجيل تاجيل. انت سالم شنو توقعاتك حق مجلس الامه 2012؟ اتوقع اخلي المرشح انا امسك عنه يمسك عن المرشح. شنو بتسوي حق الكويت؟ قول شنو ما راح اسوي؟ شنو ما اسوي؟ شنو ما اسوي؟ مثلا شنو والله عيب عليكم سمعوا سمعوا يا حظي وتعصبون وتزعلون مني والله قلت ان في ناس مو كفر تدش المجلس سمعوا طعش ايش قاعد يقول؟ اول شيء اوقف المناهج تبيع اوقف المناهج الوساده التربيه مناهج المعهد العالي للفنون الموسيقيه والموسيقى الحيه صح سمع ما فكر بنفسه ما فكر بذوي الاحتياجات الخاصه ايه؟ فكر بيسوي حق معهد الفنون المسرحيه يخصص مناهج تخصيص مناهج يعني والله ما اقول حقكم يعني انتم عارفين نفسكم الله يعينكم على نفسكم وبعد شو تسوي؟ ما تسوي مدينة إعلامية؟ من ناحية الرياضة من ناحية تسوي مدينة إعلامية؟ والله يا ريت يكون لنا مدينة من المعاقين أصلا ودي أسوي ودي بعد أسوي ستاف ستاف بقناة الشاهد أسوي ستاف برنامج للمعاقين إن شاء الله وأنا وياك أسوي لك جميع أحلام متطوعة جميع الفئات وين تبي فينا يقدمك ولا كلنا؟ اسمحوا لي بخلي المعاقب جميع فئاتهم يقدمون هذا البرنامج يبي يشيلنا يبي يشيلنا سالم خلاص انت تقدم بس ان شاء الله باذن الله بس اسرح بس اسرح بس بس اسرح احنا نقول برا بس انت يخليك خلاص ان شاء الله زين اختي احلام فتحت لنا فرصه خلينا نرجع معاك حق سؤال اسرار نواب المجلس السابق زين اكيد شفتوهم يقول لكم زيارات تكلموا معاكم يعني كان كلام وايد حلو معاكم بس هل شفتي فعل منهم؟ للأسف. شنو القوانين الجديدة اللي أقروها حقكم؟ شنو فادتكم فيه؟ والله المفروض القانون يدفع لنا الحين من سنتين نفس الكلام، كل ما نروح مجلس الأمة نفس الكلام، كنا مطلعين نفس المسودة كل سنة يقولونه. يطلعون منها ترى كذا واحدة ما تدري؟ يعني اوكي يدفعون معانا نفس الوقت بس كل سنة يحطون عليها 2011 كل سنة اي بس لما يصير يوم العالم للمعاقين معانا. صح. أول ما يخلص هالعشرة أيام خلاص. خلاص ما يعرفون من تصير جلسه خاصه فيكم اللي لكم؟ ما يداومون شنو يسوون لكم بالعشره ايام اصلا؟ والله 365 يوم ولا شيء ولا شيء ولا شيء ياكلون يا اخي صدق شنو طلباتكم؟ خاف والله شوي بطلت جلدي شوفي انا ودي يعني تمنياتي امنياتي بالنسبه للنادي اللي انا فيها يعني حالات الاعاقه صارت اكثر فنبي مبنى اكبر صح نبي مثلا في كل محافظه نادي بروحه صح لان سواء في ذهنيه وافية حركة يعني إعاقة حركية فهذا على صعيد النادي يعني مع أن إدارة النادي ما يقصرون يحطون لنا إمكانيات حلوة يعني ساعات مثلا طريق في يعني إيه نادي مكان باص صحيح عموما خلونا نقول أن ترى هم مكانهم موجودين بمركز شباب الدعية موجود هذا مكانهم يعني الله يخلي يعني المركز أعطوهم هذا المكان فموجودين فيه اللي حاب يساهم اللي حاب يتبرع تصدقوني ترى شيء يفيدك بالدنيا واكيد راح يكون ذخر لك بالاخره فخلينا نخاف الله شوي بهذه الفئه اللي انا شايفهم صراحه مميزين سي فيهم اكثر من سي فيي وانجازاتهم تحدثهم احسن مني بصراحه شنو سي فيي انا لي فخر انا ما عندي سي في صراحه ما عندي هذا سي فينا لا والله ما عندي سي في زين سالم ودي اقوله اي نعم بس انا شايف بعد مثال التمثيل في بعد الظلم شايف بعد المجال التمثيلي شنو؟ بعد الظلم في بعد الظلم؟ نعم هو ترى كل مكان عندنا فيه ظلم كل مكان ليش؟ لا انا ابي شنو ليش شايفه؟ ليش ما تدري ليش؟ لان في مثل عندنا اي واحد الوي بالوي ابيض اي اقول كذي الوي بالوي ابيض قول عندكم مسلسل جرح الثمن جرح الزمن؟ نعم جرح الثمن قديم نعم على سامح الفنان
شارلي البلام اللي ماخذ الدول معه. اي 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 نعم. يعني انت انت ودك انه يحطون مدور انا مراد انا امنيتي يحدون معاقين وهم يمثلون هذا الادوار ان هم تضايق ليش الممثلين يمثلون ادوار المعاقين نفسهم ليش ما المعاقين يكونون بس تحتمل لا عندي بعد اخر مسلسل سويناه اول هوامال فنان سعاد عبد الله اسمه مسلسل فرصه ثانيه فرصه ثانيه نعم هم اثنين ايه الاخوان ان شاء الله البلام وخالد امين راح يجوا دول عميان صح منفتحين باللبن اي عميان كانوا يشوفون النمله لما تمشي ما شاء الله عليك لا ما مثلوا عدل في في مشهد في مشهد قاعد لهم كل شو تسوي ايه يعني هم سووا روح ما يشوفون يقولوا لا انت يمك يمك صرصور يمشي يشوفون الصرصور لما يمشي إيه؟ يعني حتى ما مثلوا الدور عدل لا انا اتمنى ان المعاقين يدخلون مجال الفن اتمنى ان شاء الله قاعدين يشوفون ويسمعون اتمنى من شركات انتاج فني شركات انتاج فني ان يعطيكم فرصه انكم مجتمعين ياخذوني انا كمعاق امثل وياهم اكيد انتم شفتوا انجازاته موجوده مثل كان عنده حضور وايد كفى عنده الاسم خاص يعني احلام متطوعه بكل شيء احلام متطوعه بكل شيء يعني ما شاء الله عليك قمه في الحياه عايشه للحياه انزين للفرحه في سؤال انا قرقع بقلبي طبعا احنا بالسيزون الاول ما جاذرينج والسيزون الثاني اكثر من مره مرتين ثلاث اربع تكلمنا على مصافط المعاقين بالمولات وبالمستشفيات بالجمعيات وبال حتى بمخفر الشرطه ولا 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 هالاماكن صادفتكم اشياء تذكر يعني اشياء مو زينه يعني. على المصفط مواقف وايد يعني مثلا قدام المستشفى انزين تبي تروح ماكو فايده يعني حتى من يعني ما في المصافط كلهم ماخذينه هذا اولا وثاني شيء لما انزل تبي تطلع من السياره بوق 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 هرن زين زين امرج شوي انت عارف ان احنا معاقين صح ولا لا وحاطين استكر معاقين زين نطلع علينا شويه وللأسف يعني لو واحدة قاعدة تتحمر ومبطل ايه؟ منظرها عادي ينطرها ليه باكر الصبح بخصوص المواقف والله أتمنى أن يعني يحترمون مواقفكم شوي يحترمون ويحطون عليهم غرامات ثقيلة يعني نفس اللي نشوفها بالسعودية والإمارات يعني ما حد يتجرأ ياخذ مكان المعاقين صح ما حد يتجرأ واجب يعني حاطين عينهم حتى على المصفط المصفط يعني صارت فيك كذا مرة أن انقهرتي لما تروحين مثلا تلقين مصفطك مأخوذ صحيح زين أحلام وسالم طبعا انتوا الحين ما شاء الله عليكم يعني 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 بما ان انتوا وايد عندكم شغلات تنقصكم او ان هذا شنو تبون تجيب خاطركم ان شاء الله يعني على يعني السنه هذه اللي احنا الجديده شنو نواقصكم انتوا كذا الاحتياجات الخاصه تتمنون ان شاء الله المجلس الجاي هذا يطبق قرارات تفيدكم انتوا صدق فعلا تبونها يعني ان هذه الشغلات اللي احنا نبيها يعني ان شيء تحتاجونه يعني مثلا كماده كتوفير اماكن خاصه لكم حق ترفيهيه شغلات هذا لان احنا قاعد نقول يعني انتم حتى محرومين من الاماكن اللي هي ترفيهيه للامان فشنو تبون شنو بخاطركم شيء تبونه غير عن النادي اللي قلت إيه غير عن النادي لاني انا هذا النادي يعني تقعد تقولين في نادي بس ان شاء الله انه شيء على اكبر هذا بس لكن شيء انتم تحتاجونه صدق فاقدينه ما عندكم اياه للاسف مواصلات هذا مزل. اول شيء وثاني شيء مثلا يحط لنا مكان للمعاقين يعني نفس الباج الملتقيات يعني اللي عندهم كذي نكون لها رابطة ولون لنا مكان نستانس فيها وشيء ثاني بعد أتمنى مثلاً مادة يعني يكون سواسية أوكي إيه يكون عندنا تسهيلات أكثر خصومات مميزات أكثر أوكي. إيه نعم يرعونا شوية وأتمنى بعد هبلد على سالفة التمثيل تبي تمثل؟ لا شركة انتاج فني اي نعم ابي بعد ان شاء الله ان شاء الله المجلس الجاي ان شاء الله ان شاء الله اتمنى ان ان ان, إن يخاطبون الشركات الانتاج الفني يخاطبون شركات الانتاج الفني يخاطبون شركات الانتاج الفني من المعاقين وهم اللي يمثلون ادوار المعاقين يمثلون سمعتوا سمعتوا يا مجلس الامه ان شاء الله اذا فزتوا ان انت طلبوا ان المعاقين يمثلون هم اللي يمثلون ادوار ذوي الاحتياجات الخاصه مو ممثلين وبس الفنان
مشاري بلام ولا فنان خالد عمين. لا اتمنى بعد احنا بعد معاقين.